بسم الله والصلاة والسلام. خويا محمد لاباش، خويا الزاهي، خويا مراد غدير، شوفونا نسبة الصوت والصورة كانت واضحة خاوتي في المباشر هذا. ليكم مونتير مش مطالعين حاليا، خويا زهير، يطلعوا مخاوتنا معنا ان شاء الله ونبداو في المباشر هذا. خويا مراد غدير، جماعة راهي لي كومونتير مشي تبان لي الاتصال. خويا محمد البصايرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصحة فطورك. نستنى أو ننتظر يطلعوا معنا خوتنا كمال حميدة، صحة فطورك ما شاء الله على الرجال. نسبة الصوت خويا محمد ولا خويا حميدة، خويا عزوز صحة فطورك. خويا زهير الشريفي صحة فطورك، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. بارك الله فيك على الإضاحة خويا محمد. خويا مراد غدير صحة فطورك، ما شاء الله على رجال السينا. محمد صبري صحة فطورك. بارك الله فيك خويا محمد صبري، 10/10 الصوت. ربي يبارك فيك خويا محمد لاباش. بسم الله الرحمن الرحيم، خير ما نبدأ، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، خويا الزاهي صحة فطورك، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. تشور البريدة ما شاء الله، صحة فطورك وربي يجيب الشفاء للوالدة إن شاء الله. خويا رؤوف السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، شينا نطرقوا إليه إن شاء الله، هو جهودات الرجال من
من العمل تاعهم جبار بدون استثناء، يعني ما شاء الله كان ربي يبارك فيهم. يعني المنظمة هذه من نهار بدأت في النضال وهي في سيرورة العمل، يعني بدون استثناء، يعني الرجال كامل تاع المنظمة ما نستأذن بهم حتى واحد، كلهم ما شاء الله كان. يعني هذه الرجال حابينها تبقى واقفة وشامخة حتى نيل الحقوق. احنا الحمد لله ما دامنا عدنا رجال واثقين فيهم بدون استثناء وما نزكوا حتى واحد على واحد. وزيد نشكر من المنبر هذا وفي خاتمة سيدنا رمضان، يعني الشكر الكبير للدولة تاعنا الجزائرية التي هي قائمة يعني على الملف تاعنا وقائمة على حفظ الأمن في هذا الوطن الحبيب، يعني مشكورين الكل. وإنما الشيء هذا ما يخليناش نبقاو ساكتين على الحقوق تاعنا، الحقوق هذه كون ما نوقفوش عليها ما جيناش. والحمد لله ما خرجش واحد من المنظمة ولا وعد ناس قال لهم الشيء اللي راهو جاي في النهار الفلاني ولا في النهار الفلاني. الحمد لله ما كذبتوا علينا حتى كذبة. يعني الشيء هذا اللي رانا نفتخروا به في المنظمة. خويا خروبي صعب طورك كمال ما شاء الله، طولت ويعني وفيت وكفيت بارك الله فيك. شيء اللي نطرقوا عليه بأن الناس هذه اللي راهي تساير في المنظمة، يعني ما شاء الله كان، يعني ما يعني كفاو ووفاو، يعني ما جرؤوش النهار وكذبوا على خوتهم المسابقين ولا وعدوهم بوعود كذبة. احنا بربي ان شاء الله كون ما تكونش المصداقية وما تكونش قرارات صارمة رانا ما نبوحوا حتى بحاجة وما نكذبوا حتى على واحد. هذا هو الشيء المليح في المنظمة، لا راه يتكالب عليها الناس هذه المنظمة، يخطاش تقول في كلمة حق. أنا اليوم ما نجمش نقول ولا نجيب وعود كاذبة ونخلي اليتيم ولا نخلي الأرملة، بالأخص اليتيم والأرملة يا خالتي، يعني ما نعيشهمش في أوهام. احنا ماذا بينا الصدق والمصداقية، هذه هي المنظمة، الصدق والمصداقية. يعني بما نطولوش عليكم في المباشر هذا وما نكونوش ثقال على خوتنا، يعني الحمد لله يعني طيلة شهر رمضان هذا احنا كي نخرجوا في لايفات نخرجوا الا بتحسيس ونخرجوا بالشيء اللي على بالنا به. يعني يا مسابقي وقف على حقك، ما تخليش حقك يروح، هذه هي الهضره تاعنا. اما الشيء اللي راهو يروج من وراء السطور هذيك خطيتنا احنا، احنا ما نكذبوا حتى على واحد وما نوعدوا حتى واحد الا بالوثائق الصحيحه او بما تقره الدوله الجزائريه. تخرج في اعلانات، تخرج في ابعث لي خويا مراد ونطلعك بربي ان شاء الله. يعني الشيء هذا نستناو في الدوله الجزائريه هنا تاعنا، حنا السلطات تاعنا مش يعتكذب علينا، قالوا لنا راكم مبرمجين بربي ان شاء الله وقت الله اعلم. احنا ما في دناش خاتم سليمان، لا احنا لا دوله جزائريه، اي تساير في الملف تاعنا وقت ما حبلها تصدر القرار به ندو تسويه تاعنا رانا في انتظار. يعني ما نزيدوا حتى لا واحد وما نكذبوا حتى لا واحد.
يعني من زيدوا من المنبر هذا يعني ندعو خواتنا المرضى ربي شافيهم وربي يحفظهم وطهورا لكل مريض ان شاء الله. وزيدوا ندعو لامنا ام محمد ودشبل ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله وطهورا ان شاء الله. اخويا محمد ما ننساش خونا شرس والمناضل يعني الاهميه تاعو ان المنظمه تكون بخير. وهنايا من المنبر هذا ندعو لبي خونا كمال مسعود بالشفاء العاجل ان شاء الله وطهوره ان شاء الله. وراه رجل شرس ويحب المنظمه هذه. انا دوك نعرج على خويا كمال مسعود يحب المنظمه هذه تبقى ديما راسها كما يقولوا شامخ ويحبها ديما ناشطه. يعني من المنبر هذا والله انت كما نقولوا انت حيولو وبارك الله فيه والله انسان خدام ما شاء الله وربي يبارك فيه. وكما نقولوا انسان يصيبه ويخطا سبحان الله كون ما جيناش نصيبه ونخطئه ما تكون جنه ما تكون نار. كان الناس راهي تخطا استاد في المنظمه ولا خارج المنظمه بالاخص الناس اللي راهي خارج من المنظمه تخطا ماشي ما تخطاش وتوصل للناس للشيء اللي رانا ماشنا حابين يكون. يعني نطلب لهم الهدايه يعني في شهر شوال هذا يعني وجوائز تفرق بربي ان شاء الله على بعد صلاة العيد ان شاء الله. احنا نكونوا بربي ان شاء الله مسامحين الناس الكل. خويا فاتح عمران صحة فطورك يعني ما شاء الله الناس الزينة هذه نكونوا متسامحين. خويا هشام ثاني تحية والمكتب الوطني كل أعضائه خويا لطفي خويا سراج خونا دحو ياسين يعني رجال ونعم الرجال. ونشكر كل مسبقين الجمهورية 58 ولاية وبالأخص خلية الإعلام هذه ما شاء الله عليها وكان يعني وفات وكفات وفي كل لقاء تلقاهم حاضرين يعني بتنسيق مع الناطق الرسمي خونا داود موسي من المنبر هذا ثاني نشكروه يعني ما شاء الله يعني كما نقولوا انسان شرس وعلى باله واش راهو يقول وعلى باله واش راهو يمشي. يعني خاوتي من المنبر هذا اللي غلطنا معاه ولا اللي ما كناش معاه في ما كناش معاه في كش ما قسناه بكلمه ولا كش ما كان يعني عيد وشير نسامحوا ونتغافروا. ربي من فوق سبع سماوات يسمح ويغفر الذنوب. ما نكونوش حنايا على جال كلمه ولا خطيئه ولا كش ما كان نهزوا بعضنا لازمتنا نسمحوا الناس الكل. ما من الناس اللي راهي يمشي منضويه في المنظمه وغلطوا معنا الله يسمح لهم وربي هو اللي يسمح. كاين الشيء اللي يسمحه ربي وكاين الشيء اللي ما يسمحوش ربي سبحانه عز وجل. امور ثانويه نجاوزوها اما كاين امور الكبيره هذيك تبقى عند ربي سبحانه عز وجل هو اللي يفصل فيها. يعني من خويا مراد غدير ما وصلتنيش بنطلعك معايا يعني من المنبر هذا يعني ما نطولوش على خاوتنا الالتفاف حول المنظمة يعني صدق المصداقية في المنظمة
والناس كل تعرف بأن المنظمة صدق ومصدقية، عليها راهي الناس راهي تكالب على المنظمة يعني بكل أعضائها ولا بكل منسقيها يعني من المنبر هذا عيد سعيد لمنسقين البلديات، عيد سعيد لمنسقين الولايات، عيد سعيد الناطق الرسمي كمال بوزقزة، عيد سعيد الناطق الرسمي بالنيابة خويا كمال خويا داود مويسي، عيد سعيد لأعضاء المكتب الوطني بدون استثناء، عيد سعيد خواتنا كل أسد جبال خويا ناصر خويا ناصر بوغرن خويا تعلم سيلة مهني محمد مهني يعني كل رجال الشرفاء يعني حتى الناس اللي رانا ما تفكرناهمش ما يحسبوهاش علينا يعني خويا لا إله إلا الله محمد رسول الله خويا أسد الجبال ثاني خويا لا إله إلا الله محمد رسول الله لطفي تاع بسا يعني من المنبر هذا ثاني بلغلو عيد سعيد وإخوتي يعني هذه ناس كبيرة ياسر 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 خويا عبد الجبار خويا طايق صالح من المنبر هذا منسق الولاية لولاية بسكرة له الشكر الجزيل يعني على اللايف اللي داروا أمس بارك الله فيه كفى ووفى خويا كمال مسعود ندعو لك الشفاء الوالد تاعك ربي يشفيه ويعافيه وطهوره إن شاء الله من هذا المنبر وثاني خويا محمد الجبل ثاني ثاني بربي إن شاء الله ترتاح الوالدة تاعك وجيب ربي ساعة الخير يعني ما نطولوش عليكم عيد سعيد لكل من هو ساهر على الملف تاعنا في الدولة الجزائرية عيد سعيد لرئاسة الجمهورية سيد عبد المجيد تبون كل السلطات الوطنية عيد سعيد وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد جنيحي يحييكم من سيدي عقبة السلام.